السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة الشغل في نفس وركس ان انت بتبقى شغال على احد البرامج زي مثلا الريفت، وبعد كده بتصدر ملف ال NWC، واول ما بتعمل تعديلات بتصدر الملف تاني لملف ال NWC. ممكن تكون انت وانت شغال في نفس وركس مستدعي ملف ال NWC، فتيجي في الريفت تيجي تسيف على الملف ده يرفض ان هو سيف، تمام؟ فده بتعمل مشكلة مع ناس كتيرة ويقول لك لازم اقفل النفس وركس او لازم اقفل الريفت. لا، في طريقه جميله جدا تغنيك عن الموضوع دوت، تعمل الموضوع ده في الريفت وفي النفس وركس. بتدخل في الاوبشن، تمام، وهتلاقي عندي موديل. جوه الموديل ده هتلاقي بيرفورمانس الاداء، هتلاقي حاجه مهمه جدا اللي هي كلوز ان دبليو سي ان ان دبليو دي فايل اون لود. لما حمله خلاص تبدا تقفله وابدا انا اشتغل عليه واتفرج عليه وكل حاجه، بس لو اي حد عايز يعمل ابديتد او يعمل سيف عليه يوافق، فلازم اعلم على العلامه ديت close NWC NWD file unload. خلاص هو اتحمل عندي، فلو اي حد عايز يعمل save as او يعمل update الملف ده هيقدر بكل سهولة.